اللقاء المنتخب الوطني المغربي منتخب غامبيا الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في التصفيات. الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2014. منتخب الوطن المغربي متقدم بأن الإقصاء وحتى إن كان قريب بنسبة كبيرة والأمال بنسبة قليلة للتأهل وانتظار الجولة المقبلة في سبتمبر المقبل. إذن منتخب الوطن المغربي المحلي كذلك سيدخل غمار المنافسة من أجل البحث عن التأهل الشان المقبلة أمام منتخب تونس في السادس من الشهر المقبل على مستوى الذهاب والثالث عشر على مستوى من الشهر المقبل على مستوى الإياب أمام المنتخب التونسي 13 يوليوز في مدينة طنجة، والسادس من يوليوز هناك بتونس. إذن نتائج مخيبة للأمال سواء على مستوى المشاركة الإفريقية وعدم تحقيق نتائج إيجابية أو على مستوى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل، التصفيات الإفريقية غامبيا المتعلقة على مستوى الفئات العمرية الصغيرة، على مستوى الكبار لا تحصد نتائج جيدة حتى وإن كانت هي بكل صراحة غامبيا مصدر النقاط بالنسبة لتنزانيا والكوت ديفوار. أما المنتخب الوطني المغربي فضاعت نقطتان هناك في الذهاب أمام المنتخب الغامبي، وإن قلنا أن اليوم انتهت النتيجة بانتصار بهدف أو هدفان للمنتخب الوطني المغربي وغدا تعادل المنتخب الايفواري، هل سنفوز على الكوت ديفوار بحصه 5 و6 و7 اهداف؟ منطق كرة القدم ربما في بعض الاحيان يمكن ان نقول يصبح علم بكل صراحة وتصبح الاشياء واضحة وضوح الشمس في يوم جميل جدا. هكذا يا الامور. الحديث عن نتائج مرتقبة ومنتظرة في غياب استراتيجية بكل صراحة، والمنتخب الوطني المغربي لا ننسى ويجب أن نذكر أن 2015 كأس أفريقيا ستكون وستنظم هنا بالمغرب، يجب أن نحقق نتيجة إيجابية بحكم أننا أهل الدار والمستقبلين والبحث عن كأس أفريقيا الثانية في المشوار بعد وحيدة كأس وحيدة 73. إذن الأمور بكل صراحة يجب أن تكون واضحة أكثر للمنتخب الوطني المغربي بالنسبة للمستقبل. هنا مانشيني الإيطالي الذي كان حاضر في لقاء الذهاب، المتابع لإدارة التقنية بالنسبة للكرة الغامبية، والمدرب هو بيتر بونو جونسون. أسئلة عديدة للنقاش بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي. رشيد الطوسي كذلك يمكن أن نقول أنه حاول لكن تجربة مجموعة من اللاعبين ما يفوق 60 لاعب، غياب أسماء كانت تحضر كرسمية لآخر في الآونة الأخيرة أصبحت تغيب على المنتخب الوطني المغربي. الجائزية سمة رشيد الطوسي كما قال، لكن النتائج تغيب لحد الآن باسم المنتخب الوطني المغربي وتتوالى نتائج غير مرضية بالنسبة للكرة المغربية. كرة تعود لصالح المنتخب الغامبي، جولة ثانية انطلقت، كرة أمامية، غامبيا تلعب وتحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الوطني المغربي. جولة ثانية 6 أهداف و7 أهداف مطالب المنتخب الوطني المغربي بتسجيلها. كرة أمامية تجاه العربي الجهة اليسرى عند حمد الله كيدخل منطقة العمليات، حمد الله كيدخل وتدخل للحارس بوباكار سانيون كان عبد الرزاق حمد الله. لاحظوا الإعادة، دخل منطقة العمليات راوغ
وحاول أن يسدد في منطقة ضيقة جدا، وكرة عرفت تدخل الحارس بوباكار سانيون، لعبات الركنية تماس، نف التماس بالردع بلندا، ما كاينش تسلل بلندا، قدر جاب ردة أخرى، فرصة داخل منطقة العمليات، البحث عن تسديد، تسديد وركنية، صلاح الدين السعيدي كان خلف التسديدة الأخيرة لاعب فريق الجيش الملكي. التسديد من بعيد قد يكون أحد الحلول لعناصر المنتخب الوطني المغربي. ركنية ستنفذ لنتابعوا عملية التنفيذ، لعبات كرة ثنائية، فرصة على مغرب ضغط العمليات، البحث العرضية، المحاولة الآن، فرصة، هناك تسلل يقول الحكم، هناك تسلل يقول الحكم، تسلل على العربي، سنتابع الإعادة، إعادة، لاحظوا يعني واش اعتبر ان حمد الله هو اللي متسلل، لان كيتضح ربما ان العربي ربما ما كانش متسلل، يا حكم يا مساعد يا ثاني، ربما لم يكن متسللا. كره في وسط الميدان، كره من جديد اماميه راسيه، تعود مره اخرى صالح المنتخب الغامبي، كترجع من لامين سامطيح، منتخب الغامبي كيحاول انه يكون هو السباق لياخذ المبادره من اجل بناء الهجمات، لكن اللاعب سقط على الارض، اظن هو اللاعب ديمبا سافاتجي، إذن هذه تلقى الإسعافات صامادجي بداية الجولة الثانية، كان هدف أول اللاعب لسقطه سليمان مريح، كان هدف ثاني المنتخب الوطني المغربي، أظن أنه مشروع حسب الصورة، الحكم شاف أنه في تسلل سليمان مريح، كيغادر تلقي الإسعافات المدرب بيتر بونو جونسون اللاعب السابق للمنتخب الغامبي، كرة أمامية الجهة اليمنى، محاولة مقرب من طاقة العمليات، كترجع برقديش، طريقة جميلة، رجع مرة أخرى، فرصة صار المنتخب الوطني المغربي، عملية الانطلاق كتمر الجهة اليسرى، حمد الله العربي مرة أخرى للوراء، تماس كرة جديدة لصالح المنتخب الوطني المغربي، كل مقابلة الموزمبيق المنتخب الوطني المغربي، الآن مجموعة من التغييرات على مستوى التشكيلة ديال المنتخب الوطني المغربي، كرة في الجهة اليمنى، كمال الشافني أمامية عند حمد الله، كترجع انطلاق هذه المرة من سانان ياسي، هناك تماس برقديش بلندا، كمال كحسن الخطأ، الحكم ترك الامتياز في الوالة الأولى، برادا كينطلق بالكرة عبد العزيز، برادا مسجل الهدف الوحيد لعاد الان، برقديش يرفع الكرة، برقديش كيروح بطريقة جميلة عند برادا، برادا فرصة، فرصة من برادا كيمرر، فرصة لتسجيل، يونس بلندا يسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي، الهدف الثاني بطريقة جميلة من بلندا، غادي نشوفوا الإعادة نجم مونبلييه الفرنسي، ك
بطريقه جميله بركديش هو اللي قام بالعمل الكبير. المراوغه ديال بركديش كانت جيده، راوغ ورجع الكره عند براده، براده اللي عطاها لبلندا، بلندا سجل بطريقه جميله وجميله جدا. لاحظوا الاعاده، بركديش قام بعمل كبير، براده عند بلندا، بلندا في الزاويه 90. صعيبه عليك الكره يا ابو بكر سانيون، صعيبه عليك هذه الكره يا ابو بكر سانيون. بلندا لاحظوا من الزاويه غتشوفها بطريقه جميله وجميله جدا، جوج ديال الاهداف مقابل لا شيء. لا زال المنتخب الوطني المغربي مطالب بتسجيل اهداف اخرى. كرة سهلة على المنتخب الغامبي، أكثر الحصص اللي فاز بها المنتخب الوطني المغربي هنا يمكن نقول اللقاء الرسمي أمام المنتخب الجزائري بأربعة أهداف. اليوم مطالب بتسجيل أكثر المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب غامبيا. الوقت يمر والخط الأمامي مطالب بتسجيل أهداف أخرى. حذاري حذاري من المنتخب الغامبي، خطأ كيقول الحكم أو ضربة جزاء، حكم كيقول ضربة جزاء. غادي نشوفوا، غادي نشوفوا الإعادة، كان تدخل من بركديش، حكم يقول ضربة جزاء لصالح المنتخب الغامبي، حكم يقول ضربة جزاء لصالح المنتخب الغامبي. شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، غادي نشوفوا بركديش واش لمس الكرة ولا لا، لكن حكم على ضربة جزاء. وحتى التدخل كان ممكن يتفاداه بركديش من طاقة العمليات، وممكن تدخل من امسيف لما لا ان شاء الله والتالق، ويكون هذا دافع معنوي اكثر. هذه سيناريوهات غادي تدخل ضربة الجزاء، اذا كتضيع ضربة الجزاء ديال المنتخب الغامبي. المنتخب الغامبي يضيع ضربة جزاء، و نتمناو تكون دافع محفز للمنتخب الوطني المغربي من اجل تسجيل اهداف اخرى. شوفوا الاعاده، تضيع ضربه الجزاء. شوفوا اللاعب اللي ضيع ضربه الجزاء، هو نعم هو با مودو جان، محترف بالدوري السويسري. كره صالح المنتخب الوطني المغربي، كرة أمامية تترجع عند لامين، لامين وخطأ كيقول الحكم. رسالة المنتخب الغامبي، ديمبا سافاجي، كرة أمامية، أمسيف نادي وزبور الألماني. حارس المنتخب الوطني المغربي الرسمي في هذه المواجهة، كرة أمامية راسية، تغطية دفاعية من لامين السامطع 20 سنة. لامين تابعوا عملية التنفيذ من بركديش. المنتخب الوطني المغربي خاصو يسجل أهداف أخرى، متابعة وترقب سمة هذه الدقائق المقبلة. العربي بطريقة جميلة، خاصنا أهداف، خاصنا أهداف. لندا العربي، العربي كتسدد سهلة بين يدي بوبكر سانيون. هي لمسات بطريقة جميلة بكل صراحة، فيها مراوغات لكن تحسب الأهداف. كرة في وسط الميدان، طريقة جميلة راوغ العربي وبالهندا، وكتضيع الكرة في آخر المطاف من تسديدة بين يدي الحارس بوبكر سانيونغ. استنضغطوا أكثر على عناصر المنتخب الغامبي. كرة أمامية، قنطاري ترجع من جديد لعناصر المنتخب الغامبي. الجهة اليمنى حاول عن طريق سانان ياسي من جديد على مقربة منطقة العمليات، كتمر الجهة اليسرى، فرصة البحث عن التمرير وتدخل أمسيف. أمسيف
الخلف لخير سلف. حراسة المرمى يمكن نقول انها اليوم ابسيف والرسمية اللي كيبحث على انه يكون احسن، خصوصا ان المتوسط المغربي مقبل على تدورات كبيرة ابرزها 2015 تنظيم كاس افريقيا بالمغرب. كرة عند علي صوي وسط الميدان، كترجع مرة اخرى الجهة اليسرى، امامية الكرة ترجع للمنتخب الوطني المغربي. من جديد صالح العناصر الوطنية في وسط الميدان، خاصك تكون ثقة أكثر عناصر المنتخب الوطني المغربي. كرة من الجهة اليسرى بركديش، بركديش بركديش كيرفع كرة دايرية جميلة جميلة هذه الكرة، تدخل الحارس تدخل الحارس بوباكار سانيونغ، تدخل الحارس بوباكار سانيونغ في الكرة الأخيرة. لاحظوا الإعادة، بركديش من الكرة جميلة داخل منطقة العمليات، وحمد الله حاول أنه يوصل للكرة تمكنش منها بالراس، لأن الحارس بوباكار سانيونغ كيتلقى الإسعافات. بيتر بوني جونسون منتخب الغامبي كيلعب قتالية كبيرة، هنا غيكون تغيير، غادي يغادر رقم 14 سانان ياسي، غادي يدخل لاعب رقم 12 مصطفى جارجو. مصطفى جارجو دن يكون تغيير، تغيير يدخل مصطفى رقم 12 لاعب مصطفى جارجيو 26 سنة لاعب لومون. هنا كيغادر سانان ياسي ويكون تغيير تشكيلة المنتخب الوطني المغربي. محترف بالدوري البلجيكي هذا اللاعب مصطفى جارجيو صالح المنتخب الغامبي. أمامية يكون هناك تغيير تشكيلة المنتخب الوطني المغربي، يدخل عبادي لاعب موناكو الساعد ليغا الدوري الفرنسي، غادي يغادر عبد العزيز برادة. عبادي عبادي كيدخل في هذا الاثناء، منير عبادي، منير يدخل الهدف الأول اللي سجلوا اللاعب برادة. منير عبادي مواليد 83 لاعب موناكو الفرنسي. عبادي كرة أمامية كرة الجهة اليمنى، كرة من جديد للوراء، ترجع عند أمسيف. أمسيف كيرفع كرة أمامية،
مرة أخرى صار متعوط المغربي عبادي ينطلق بالكرة تمريرة جميلة الجهة اليمنى فرصة صار متعوط المغربي البحث على العرضية كترفع الكرة عالية هناك تدخل ما كاينش خطأ كترجع الكرة من جديد صار متعوط المغربي بلندا بطريقة جميلة فرصة حكم أوه لا يا حكم هذه صعب من الكرة ديال بركديش صعب من الكرة ديال بركديش غنشوفوا الإعادة باش ما نتسرعش كذلك في الحكم ديالي عبادي دخل منطقة العمليات لكن كان وسط جوج ديال اللاعبين فنشوفوا الإعادة شاب الكرة لا فيها ضربة جزاء لأن لاحظوا جوج ديال اللاعبين تم تدخل بالكتف من لامين ساماتي لأن الكرة مشات ما كانتش في المتناول ديال اللاعبين الغامبيين كانت فقط في المتناول ديال منير عبادي الحكم شاف حاجه اخرى هنا الهدف الثاني يشوف المتغطى للمغربي حارس بوبكار سانيون رشيد التوصي المنتخب الوطني المغربي سوريا اصبحت صعبه كره اماميه راسيه كترجع لورا من جديد في وسط الميدان السعيدي يحاول ان يهدأ الكره ويرسل الكره للارض بالفعل الشافني رجع مره اخرى السعيدي لورا جهه اليسرى جاء حمد الله بالراس كان تدخل من لامين ساماتي بلندا السعيدي كره للجهه اليمنى منتخب الوطن المغربي مطالب بتسجيل اهداف في 64 دقيقه كيفاش الطريقه اللي يمكن يشتري بها المنتخب الوطن المغربي اهداف بركديش كيمر لكن بعيده هو تمس المنتخب الوطن المغربي كتقدم منطقة قريبة من منطقة العمليات باش تضغط على منفذ ديال العملية التماس وعلى هذه الكرة تسترجع الكرة بالفعل كاين بسرعة عناصر منتخب الغامبي كيسترجعوا الكرة بدورهم لامين ساماتي رجع من تيجان كرة أمامية اتجاه البديل مصطفى جارجو بركديش حمد الله كانت الكره من السعيدي حمد الله كبر الكره جميله المحاوله جميله بلندا كيسدد كترتطم بعمر كولي تكتل دفاعي من طرف المنتخب الغامبي امام العناصر الوطنيه حاول المرور بالفعل من الجهه اليمنى البحث عن الوصول الى الكره تماس لف التماس من الجهه اليسرى مثل الانطلاق في وسط الميدان مره اخرى ديمبا سافاجي من الجهه اليسرى خطا كيقول الحكم كتمر الدقائق والامور يمكن نقول حتى الطريقه ديال الاداء ديال المنتخب الوطني المغربي ماشي طريقه اللي يمكن نقول انها مطمئنه او كطمن للجمهور الطريقه ديال الاداء عاديه ديال العناصر ديال المنتخب الوطني المغربي ما كاينش انسجام كبير ولا محاوله كتسدد كترتطم بزميل ديالو وبالتالي كتصبح ضربه مرمى تطمات باللاعب تيجان جايتي
حكم سيف في التنفيذ، كيرفع كرة أمامية، تماس كرة تنفذ عن طريق التماس، محاولة أخرى صالح المنتخب الغامبي، بناء هجومي بناء هجومي، الجهة اليسرى تتسبح من جديد، تماس لصالح المنتخب الوطني المغربي، السعيدي السعيدي وسط الميدان، صبح فيه ضغط من طرف عناصر منتخب الغامبي اللي بدورهم كيحاولوا انهم يسيطروا على وسط الميدان. كرة الجهة اليمنى لامين ساماتي، كرة أخرى من الخلف هذا المرة عمر كولي، صبح المنتخب المغربي خاصهم يلعبوا بسرعة على الهجمات المرتدة لأن عناصر المنتخب الغامبي كيرجعوا بدورهم بسرعة التغطية الدفاعية. حمد الله كم يقول هناك تغيير، هناك تغيير، يدخل سالو فال كيغادر علي سوي، كيدخل سالو فال رقم 11 17 سنة لاعب نادي غامبا غامبيا بورت اوتوريتي. لامين ساماتي منتخب الغامبي في الجولة الثانية كيسيطر على الكرة في اغلب اللحظات رغم انه كيسيطر، لكن مترابطات المنتخب الوطني المغربي واللي خاصو ياخذ زمام مبادره، خاصو يضغط اكثر، خاص يبحث على اهداف. 2-0 نسبه قليله، ظل دخول المنتخب الوطني المغربي عالم الارقام والحسابات، حسابات وارقام بامور يمكن ان نقول تضيع بشكل كبير فرصه التاهل كما دعت منذ كل قول شخصيا اعتبر بنت التعادل امام منتخب غامبيا وتتاكد اكثر امام بعد الهزيمه امام تنزانيا. كره اماميه من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي، حمد الله حمد الله كينطلق بالكره، حمد الله كيمرر بالكعب كترجع عند العربي لامين، كرة أمامية بوباكار سانيونك، كرة الجهة اليسرى كترجع عند المنتخب الغامبي، لامين كيمرر الكرة كتطلق من جديد، كيبحثوا على تمريرة هناك تغيير في المنتخب الوطني المغربي، يدخل شهير بالغزواني لاعب نادي أجاكسيو مكان عبد الرزاق حمد الله، شهير بالغزواني البديل حمد الله. التغيير الثاني منتخب الوطني المغربي، كرة من الجهة اليمنى وسط الميدان، عبادي قنطاري طريقة جميلة بركديش، شهير بالغزواني أول لمسة، شهير شهير كيبحث على افتراق من الجهة اليسرى، شهير بالغزواني كيبحث على المرور، حكم كل ما فيها شيء ليس فيه شيء، الكرة الأخيرة كيقول الحكم بوباكار سانيونك. سانيونك 20 دقيقة متبقية والمنتخب الوطني المغربي خاصو يبحث على أهداف ورغم ذلك انتظار نتيجة الغد
والبحث حتى على الاداء اللي يمكن نقولوا انه يطمئن الجمهور اكثر حول المنتخب الوطني المغربي والتشكيله الرسميه القاره اللي كينتظر الجميع. كره في الجهه اليمنى محاوله صاير كترجع الكره كمال منير العربي كتلعب كره جميله تسديده تسديده قويه بالرجل اليسرى فوق مرمى الحارس بلندا كان صعب تسديده الاخيره شوفوا الاعاده المره كانت بالرجل اليسرى لاحظوا بلندا حاول انه يسدد في الشباك بوباكار سانيونك طاري عبادي خطا لعبت كره بسرعه عاود على كورتو حاول التمرير الجهه اليسرى بالغزواني بالغزواني كيبحث على التمرير كيمرر الكره كترجع كان ممكن تكون احسن كترجع عند البديل هنا بركديش بركديش كيسترجع الكره كترجع مره اخرى بلندا كيمرر الفرصه حتى الكره السهله هناك تسلل كيقول الحكم لبركديش حتى الكره السهله اللي كان ممكن لبركديش كان ممكن يمرر اظن للعربي اللي كان وحيد في الخط الامامي كره اخرى كترجع داخل منطقه العمليات حذاري 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 تدخل بسيف تدخل بسيف الى هجوم صار المنتخب الوطني المغربي محاولة أخرى صالحة الأسود الآن من الجهة اليمنى المنتخب الوطني المغربي كيبحث على تسجيل هدف آخر عبادي الجهة اليمنى فرصة نصير نصير كيبحث على أنه يرفع كرة كترفع كرة داخل منطقة العمليات فرصة صالحة المنتخب الوطني المغربي جديدة هو التدخل هذه المرة من بوباكار سانيونك هناك خطأ شهير بالغزواني كان صاحب التسديدة الأخيرة شوفوا الإعادة كان تدخل من بوباكار سانيونك لاحظوا هنا تغيير دخول حمزة باري رقم 17 خروج اللاعب سليمان مريح كرة جديد لصالح المنتخب الغامبي تمر الدقائق والضغط اكثر مطلوب من طرف المنتخب المغربي على مرمى المنتخب الغامبي ونتمنى فرصه داخل منطقه الملعب هناك تسلل الحكم كيقول تسلل الحكم كيقول لنا هناك تسلل غادي نشوفوا الاعاده الحكم كيقول لنا هناك تسلل نشوفوا الاعاده هنا الاعاده اظن كاين لاعب ثاني غامبي لكن حتى كان ممكن تفادي حتى البحث على التسللات الصحيحه ام لا واش هناك ضربات جزاء ام لا اذا كان هناك ربما فاعلية أكثر على مستوى الخط الأمامي وتسجيل الأهداف عوض البحث على مثل هذه الأشياء التي يمكن أن نقول أنها كنا في غنى عنها لو أن الأشياء مشات كيف ما هو مطلوب جوج لصفر هذه النتيجة 75 دقيقة 15 دقيقة متبقية كرة لصالح المنتخب الغامبي اللي بالفينة والأخرى كيوصل لمنطقة العمليات وكيرفع كرات كيحاول أن يخلق فرص إذا الأمور تبدو مع مرور الوقت صعبة للمنتخب الوطني المغربي المنتخب الوطني المغربي المطالب بتسجيل أهداف والأهداف يمكن أن نقول كتجيب فاعلية هجومية كتجيب عمل وتقنيات ومنتخب قوي عنده ظروف باش يكون قوي لكن لا نعرف بكل صراحة ماذا يمكن أن نقول
بعد هذه النتائج منتخب الوطني المغربي، لان كل الاشياء التي يمكن ان ننقلوها اتقالت، واذا كان هناك كلام فغيره وحب على المنتخب الوطني المغربي اللي كان يظهر بقوه في القاره الافريقيه وفي المباريات الدوليه وفي كاس العالم، حتى وان كان اقصاء من الدور الاول، لكن بحضور كان مرور 86 كي لا ننسى 98 حتى وان كان اقصاء، لكن كان بشرف وبحضور جميل وبكره مغربيه تعرفات انذاك بلمسات وبفنيات وباسماء ولاعبين مهاريين. انذاك كنا نصدر اللاعبين من الدوري المغربي لدوريات الاوروبيه، نستفيد من اسماء واسماء عديده. ماذا يقع؟ هل يجب مراجعه الاوراق اكثر؟ ونحن في عالم الاحتراف، وعن اي احتراف ان كان المنتخب الوطني المغربي لم يستفد لحد الان من التجربه الاحترافيه على مستوى البطوله الوطنيه. هنا محاوله هو تدخل القنطري، تدخل كان خطير على مرمى الحارس مسيف، غضب القنطري واضح. كره اخرى لصالح المنتخب الغامبي، كره راسيه دن، وفرت الظروف كي يكون هناك منتخب قوي، لم توفر للعديد في مناسبات سابقه حتى استحضرنا واسترجعنا الاسماء الكبيره التي مرت المنتخب الوطني المغربي والاسماء والحقب الزمنيه. اليوم زمن وحقبه اخرى وبمعطيات اخرى. هنا محاوله تسديد هذه الاشباك الحارس مسيف. يجب ان نعود للعمل القاعدي كي نكون واقعيين، يجب ان نفوز كما فازت كامبيا ذات اليوم والكوت ديفوار وغانا ونيجيريا بكاس افريقيا، الفئات الامل، الفئات الصغيره التي تتعلق على مستوى نيجيريا، كوت ديفوار، غانا، كامبيا، السنغال، بوركينا فاسو. حين استغربت ممن يقول ان بوركينا فاسو كانت مفاجاه الكاس الافريقيه الاخيره، بوركينا فاسو كانت بطله افريقيا للشبان ولعبت نهائي كذلك وحضرت بأسماء. يمكن أن نقول من أجل البحث عن المستقبل مراكز تكوين بالنسبة للاعبين وأشياء وأشياء وأشياء. إذن لا شيء يترك للصدفة، وهذه هي المعطيات. غانا تواكب، وكذلك كرة من الجهة اليسرى بالغزواني 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 بالغزواني، تضيع الكرة من جديد صالح المنتخب الغامبي. غامبيا منهزمة بهدفان مقابل لا شيء امام المنتخب الوطني المغربي. قلنا عودة للعمل القاعدي، وقلت ان الاستمرارية في العمل كانت سمة منتخبات افريقية قوية. لا نتفاجأ عندما نراها في النهائيات تصل حتى الادوار الاخيرة دور النهائي، او تفوز بالالقاب، أو تحقق المراد. تدخل من الدفاع وامسيف يبعد الكرة إلى التماس. محاولة مجدي لصالح المنتخب الوطني المغربي. جوج ديال المهاجمين من أربعة، خمسة ديال المدافعين، ثلاثة المهاجمين صبحوا الآن البحث عن التمرير، البحث عن الحلول، امكانيه التمرير الجهه اليسرى، كترجع الكره للوراء، عبادي كيمرر، حكم غيقول تسلل. تسلل على بلغزواني. غادي نشوفوا الاعاده. شوفوا الاعاده، نعم، تسلل واضح في الكره الاخيره. الجماهير اصبحت تغادر في هذا الاثناء ملعب مدينه مراكش. وما عديد الأسئلة تطرح، تغيير المدربين وتغيرت الأسماء على مستوى الإدارة، على مستوى التدريب تغيرت مجموعة من الأسماء. جيريتس ولم تكن نتائج إيجابية اليوم، رشيد الطوسي وتغيب النتائج الإيجابية. وهنا محاولة تسديد، تدخل أمسيف، برافو أمسيف، برافو أمسيف، يبعد الكرة الأخيرة عن طريق التسديد من بعيد. تسديدة كانت من حمزة باري، حمزة باري 19 سنة. هنا ركنية صالح المنتخب الغامبي. نشوف عملية التنفيذ. إذن
تلعب الركنية دائرية كترجع بالراس حاول الإبعاد ترجع في الزاوية المعاكسة لصالح المنتخب الغامبي البحث عن الاختراق من الجهة اليمنى عرضية والتغطية الدفاعية طريقة جميلة أمامية وهناك شاير بن الغزواني والتدخل في آخر المطاف من تيجان جايتي أكثر من يمكن نقول 70 لاعب تعاقبوا في الأونة الأخيرة على تشكيلة المنتخب الوطني المغربي حضرة أسماء وغابة أسماء كل هذا الكم الهائل البرازيل ويمكن أن نقول في الأونة الأخيرة وانتقادات على المدرب سكولاري بسبب تجربة ما يناهز 40 لاعب اليوم فوق 70 لاعب هنا محاولة ضغط عمليات فرصة لهدف فرصة لهدف فرصة لهدف وركنية ركنية تحصل لها العربي ركنية ظل حافظي والبديل منتخب شرق افريقيا كأس افريقيا الأخيرة لاعب فريق الرجاء صلاح الدين السعيدي أين الخلل في هذه النتائج التي حقق المنتخب الوطني المغربي في الصورة التي غابت على مستوى الحضور عدم وجود تركيبة بشرية وتشكيلة قارة منسجمة فيما بينها هنا محاولة تنفيذ الركنية تلعب دائرية الكرة كترجع من الدفاع مرة أخرى لصالح العناصر الغامبية اللي كانت تسبق الكرة تمس شاهير بن الغزواني شاهير تمس صراع كبير بين شاهير ولامين صمتي لامين سقط على الارض بعد نتيجة ثلاث نقاط لصالح المنتخب الوطني المغربي 8 ديال النقاط غيصبح في رصيده بانتظار مباراة الغد بين تنزانيا والكوت ديفوار هذه قصة أخرى منتظرة الجمهور غدا قصة مرتقبة ومنتظرة بين الكوت ديفوار يجب البحث عن الاستفادة من تجارب المنتخبات الإفريقية التي أصبحت تنجح على مستوى القارة الإفريقية وكذلك حتى على مستوى الحضور الأوروبي بلندا لاعب المنتخب الوطني المغربي ولاعب مونبوليا الفرنسي أول كثيرا الجمهور أول كثير بكل صراحة على بلندا في مجموعة من المناسبات بلندا كيمر طريقة جميلة بلندا وكيبحث على تمرير كيمرة ثنائية جميلة لكن لاحظوا القتالية ديال المدافعين المنتخب الغامبي منتخب غامبيا ملازم بهدفان مقابل لا شيء ويلعب بقتالية من أجل تسجيل هدف على الأقل كرة عالية ثبات كرة بسرعة منير عبادي كرة في وسط الميدان بلندا كيبرر كرة جميلة للجهة اليسرى حكم كيكون تسلل نشوفوا الإعادة لأن شوفوا الإعادة لاحظ إلا شفنا غير الخط اللي كاين غنشوفوا كاين قدم ديال لاعب آخر فالحكم مساعد كيبحث على السهلة لأن رفع الراية ولا التسلل هو صعيب بكل صراحة لأن التسلل بسنتيمترات قليلة لكن ما كاينش تسلل كرة من الجهة اليسرى كاين الجمهور يبحث على انه يشوف نتائج ايجابيه ولا حضور قوي مناسبات مقبله
يتنفذ التماس نصير، رجع مرة أخرى طارق جهة اليسرى مرقديش عند أمسيف، أمسيف كيرفع كرة بالراس ترجع مرة أخرى، الأولى كانت كرة أمامية وتدخل أمسيف، كانت كرة من حمزة باري. 87 دقيقة، كل دقيقة تمر لا تعود. حفيدي 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 كيمرر عند العربي، العربي عند بلندا، بلندا كمال شافني، كمال بلندا نصير عود كرة الوراء، بلندا بلندا نج خطة تسلل من دفاع المنتخب الغامبي، كرة استرجعها كمال جيدة، حافظي كمرر كرة جميلة الجهة اليمنى، فرصة المنتخب المغربي البحث عن العرضية لكن فقط للامين ساماتي رقم أربعة صاحب العشرين سنة. لاعب محترف بنادي لوكوموتيفا الكرواتي في 80 دقيقة، هدفان مقابل شيء. كرة أمامية لن تعودنا في الأونة الأخيرة الحديث أكثر على الإطلال، إذا الغياب حضور مطمئن، وبالتالي لطالما عدنا للتاريخ ولما لما دون في التاريخ، لان الجمهور المغربي ربما في اغلب الاحيان ما كيطلبش اكثر من المنتخب كيفرج بكل صراحه، لان شفنا غير جوج محاولات سواء من بلندا والعربي في قنطره صغيره ومراوغه حركات الجمهور، حتى وين كنا كنقولوا ان في ظل الظروف المتوفره خاص المنتخب يكون كبير وقوي. كره من الجهه اليمنى، من الجهه اليمنى لسلام المتوطن المغربي نصير كيمرر، مقطوعه مقطوعه الجهة اليمنى، الانطلاق من سالوم فعل، سالوم يسترجع الكرة الحافظي بركديش، الحافظي ينطلق الحافظي بالكرة كيمر طريقة جميلة، أو لمسة جميلة الحافظي، الحافظي مر الكرة جميلة لعند شايفو باش ما نظلموش الحكم، ما فيهاش يا حكم ما فيهاش تسلل، لاحظ غير الخط ربما كان وقف ميل شوية، معليش كرة في وسط الميدان. الجهة اليسرى عند الحافظي، ثلاثة دقائق وقت بدل ضائع، ثلاثة دقائق ممكن تسالي ثلاثة لزيرو، عبادي ثلاثة لزيرو علاش لا، ثلاثة لزيرو يلا بلندا، يلا بلندا كرة داخل منطقة العمليات. اليوم منتخب الوطن المغربي كنقول أن ما نقولوش الاشياء الواضحه كانت كتقول ان خرجنا من بعد الهزيمه من تنزانيا، الامل اللي هو ممكن كتنجح لان هناك اشياء فيها 1% ديال الامل وكتصدق في بعض الاحيان، لكن الا بغيتي تصدق خاصك تعمل وتكون جاهد ودير ما بجهدك باش تصدق، هذا الشيء اللي خاص الواحد يكون تبعث، حتى هذاك 1% اللي كيكون موجود ما كيكونش اجتهاد كبير من الناس اللي عندهم 1% باش ينجحوا فيه. كرة من جديد لمقربة من منطقة العمليات، ما يمكنش تجلس وتستنى ذاك 1% يجيب وحده، كرة أمامية كترجع مرة أخرى، ثلاثة دقائق وقت بدل ضائع، مرة أخرى حسابات وأرقام لا داعي أننا نرجعوا للحديث عنها، 7-0 ولا 8-0 دابا 2-0 خاصنا 5-0 إلى تعادلت الكوت ديفوار نمشيو نربحوا ب 5-0 بكل صراحة هدف آخر العربي كيقول تسلم، خاص نزيدوا شوية إلا كان باقي شوية الوقت غنزيدوا مع هذا الحكم نبداو نسولوه ربما، لأن نشوفوا الإعادة ديال الكرة الأخيرة، الحكم يستعد نشوفوا الإعادة الكرة الأخيرة
لعلن فيها الحكم على التسلل الكلي يقف في هذا الاثناء. اذا محاوله صالح المنتخب الغامبي تدخل من امسيف لاعاده التسلل الاخير. كره اماميه كترجع من جديد صالح المنتخب الغامبي فول عناصر وطنيه. بقى دقيقه واحده كره عاليه بالراس كترجع من جديد صالح المنتخب المغربي عبادي خاص اللي بغى يمر مع الحكم مساعد خاص يطلع بالكره حتى الكوطه بكل شرف. تمريره محاوله حافظي الحكم كيقول خطا كل يقف كيترقب كيتابع رشيد الطوسي عن اي امال سنتحدث يا رشيد عن اي حضور تساؤلات فقط كيف يمكن ان نجيب عن هذا الاسئله يا رشيد عن هذا النتيجه على الاقل كنا مطالبين تسجيل نتيجه عريضه نتيجه عريضه هنا عاد نشوفوا على الاقل نديروا اللي علينا نفوزوا نتيجه عريضه 2-0 انتصار امام المنتخب الغامبي والحكم يعلن عن نهايه المواجهه محمد حسين الفاضل بفوز المنتخب المغربي بهدفان مقابل شباب المنتخب الغامبي هكذا كانوا ترددوا مشاهدينا في ترقب وانتظار ومتابعه وماذا سننتظر سننتظر المنتخب الاكواري امام المنتخب التنزاني واشياء وحسابات اخرى لا يجب ان نفكر بكل صراحه في كاس العالم المقبله بقدر ما يجب ان نفكر بمستقبل بمنتخب قوي بمنتخب متجانس لما هو قادم خصوصا كاس افريقيا 2015. اذا مشاهدينا الكرام في كل مكان نشكركم على حسن المتابعه. السلام عليكم يوسف المراكشي يحييكم عوده للاستوديو في امان الله. اتصالات المغرب المساند الرسمي للفريق الوطني.